العجز الميزان التجاري زاد ما قلش، الصادرات بتاعتنا قلت، الواردات كترت بالارقام طبعا قلت لحضراتكم، يبقى احنا لم نستفيد بعد سنه باكملها حتى اقتصاديا من هذا التحالف. انما انت رايح برضه عينك زي ما قلت لك ايه على صندوق التنميه الموجود في بريكس عشان السلف عشان نقترض، وانت رايح النهارده تاني اهو برضه رايح تشوف الايه البنك الدولي عايز برضه مليار ولا مليار دولار. يعني انت عينك على كل المؤسسات الموجوده الان مش لتنشيط استثمار وتبادل تجاري معاها وتعمل زي اي خطه، لا الخطه اللي انت حتى رايح البنك الدولي اللي لسه مديك 8 مليار، لسه مديك 8 مليار دولار يعني، ولسه متقسطين عليك بتطلب تاني مليار دولار. فاصبح القاعده الان الاقتصاديه اللي قالها الخبير الاقتصادي الكبير المعتقل حاليا الدكتور عبد الخالق فاروق ان هذا النظام يقوض اركان الدوله ويكبلها بهذه الديون التي تغرق مصر، وسمى هذه ان هذه اجنده شيطانيه سريه لتخريب مصر. يبقى ساعتك النهارده احنا للاسف الشديد ما عندناش اي رؤيه اقتصاديه حتى الاستفاده من بريكس ده، عشان هتسمع ساعتك النهارده وبكره بعده في كل الازهر الاعلاميه على الشاشات المصريه يقول لك احنا البريكس والرئيس راح الى البريكس من اجل تنشيط الازمه مش عارف والقضاء الازمه الاقتصاديه وازمه الدولار. قعدنا سنه نسمع هذا الكلام ثم تاتي الارقام اليوم تقول لك ان ده كله بلح. مع الاعتذار طبعا اللي بيحبوا البلح، وانا نفسي بحب البلح، انما للاسف الشديد الكلمه والوصف والصوره طلعت في هذا المقام. طبعا يعني خلينا اقول لكم على خبر انا اعتقد خبر كويس. عارفين نادي الرمايه اللي قدام الاهرامات؟ نادي الرمايه ده نادي لطيف تابع للقوات المسلحه، وكان فتره بيعمل خدمات تعليم الرمايه للاطفال والشباب، طبعا مش بالبنادق الكبيره يعني، بنادق الرش وكده. وكنت انا يعني ايه اسعد بان انا بروح وانا صغير يعني، كان ما تعرفش ابويا عنده واسطه ولا ايه، يعني كنا بنروح نلعب رمايه في نادي الرمايه. وبعد شويه بطلوا الحكايه دي او الواسطه مشيت حاجه بالمعنى ده. لكن هذا المكان كان طبعا زمان الهرم ده منطقه هو اصلا، وانت بتروح يعني ما كانش في حاجه اسمها 6 اكتوبر. فهذا المكان يبدو انه في شركه يابانيه، مجموعه انشاءات يابانيه حاطه عينها عليه وعايزه تعمل منطقه ترفيه عالمي في هذه المنطقه. ده كلام جميل جدا جدا جدا، وانا رايي انه دي حاجه ايجابيه لاسباب كتير. اولا هي المنطقه دي فيها جذب ثقافي، لكن بس كده مفيش اكتر من كده. يعني اللي بيروح يخش الاهرامات بيروح للقيمه الثقافيه، وجنبها المتحف المصري الكبير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا هل هي رحله لوحدها؟ الاجابه لا. المجموعه تايتان اليابانيه دي مجموعه انشائيه بتفكر تعمل في منطقه نادي الرمايه استثمارات لا تقل عن 2.5 مليار دولار بانشاء مدينه ترفيهيه عالميه. لو الخيال اللي عندهم احنا لو بنتكلم على حاجه زي ديزني باريس، فاحنا كده برافو ومبروك علينا، ويا ريت نسرع شويه ونخليهم يشتغلوا بسرعه. نكسب حاجتين اساسيتين. نكسب رقم واحد انه المنطقه دي يبقى فيها شكل حقيقي للسياحه، مش سياحه قايمه على المزار الثقافي والمتحف فقط، وانما كمان فيها مزار ترفيهي. والمزارات الترفيهيه دي الناس يعني اللي ما تعرفش، الناس بتروح مثلا من كل اوروبا لديزني لاند اللي في باريس علشان، وبتشتري تذاكر اونلاين قبل ما تروح، علشان هي في النهايه ديزني لاند دي حاجه تتراح، حاجه لطيفه تتراح. الحاجه الثانيه انه الثقافه اليابانيه في المجال ده ثقافه لطيفه، ما فيهاش خرافات كتير، وفيها شخصيات مهم انه اطفالنا وعيالنا يعرفوها، زي ما مهم ان هم يعرفوا بقيه الشخصيات اللي بتبقى
مع وولد ديزني او الثقافات الامريكيه يعني. فاعتقد انه ده مشروع لطيف. طبعا في حاجه كده على جانبيه انه كويس ان القوات المسلحه مستعده ببيع جزء من انديتها واراضيها في مقابل ان احنا نعمل حاجه اكبر اقتصاديا، وده يبقى تغيير ايجابي جدا جدا في طريقه التفكير وفهم القوات المسلحه لدورها في مصر. غير كده والموضوع ده لو باظ وضاع من ايدينا فاعرفوا ان الفساد قضى عليه. ليه؟ ليه؟ لانه اليابانيين ما لهمش بالفساد عكس الصينيين. مفيش شنطه تحت الترابيزه وشنطه جنب الترابيزه، ما لهمش في هذا الكلام خالص. مفيش اصل هنعمل وحده مش عارف فين علشان الباش، لا 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 مفيش. فنقدر نخش ويبقى عندنا ترفيه مش دافعين فيه فلوس، الاخرين دافعين فيه فلوس، ونعمل حاجه جديده في هذه المنطقه الثقافيه من العالم وتنور اكتر ما هي منوره، جنبها على طول في مول مصر، جنبها على طول في مدينه الانتاج الاعلامي، دي تبقى حاجه شديده اللطف وحاجه في الحقيقه تبقى لطيفه جدا جدا، واتمنى لها كل النجاح.